بغينا نقتربوا منها، نقتربوا من هذه الفتره باش نقدروا نوصلوا شنو هي الاساليب اللي كتوصوا بها، شنو هي التحذيرات، شنو هي الانشطه الموصى بها او اللي كتقترحوا يعني كمدربه مثلا للاستفاده من هذه الفتره؟ كيفاش شنو كتمثل هذه الفتره هذه بالذات للاباء والابناء؟ هذه الفترة بالنسبة لنا احنا كأباء، وأننا كنشوفوا نتيجة مثلا داك الجرى وداك الصهر، وأننا كنقريو وليداتنا كاين اللي بالفلوس، كاين اللي مخزن، كاين اللي السوايع، كاين اللي هذا، كنبغينا نشوفوا ديك النتيجة اللي كنتمناوها في وليداتنا واللي بغينا نحققوها حنا، ونشوفوا ولادنا في هذيك الصورة أو ذلك الهدف، غير واش خدمنا عليه بما يكفي. بالنسبة لوليداتنا هو تحقيق ذلك المستقبل الذي ربما أنا أريده واخترته، او ربما قد اختير لي، او ان الاباء ديالي هما اللي كي مثلا بغاوني نوصل لواحد النتيجه. وهنا خصنا نردوا البال، هذا الانتظار ولا هذا الترقب ربما غادي يدخلنا في مجموعه من نقولوا من كل واحد شد عليه. او اذا شنو كتوصي الاباء والابناء، يعني شنو الاساليب الموصى بها في هذه الفترة هذه؟ لأن فترة حرجة وفترة عصيبة وفترة فيها ترقب انتظار، ما كنعرفوش، مجهول، ننتظر واحد الشيء اللي هو مجهول. احنا علاش ما يكونش ذلك النقاش المرن؟ ممتاز. النقاش المرن ما بين الآباء كآباء، وما بين الطفل اللي هو التلميذ، أو ما بين ذلك الشاب الذي هو التلميذ. بمعنى احنا رحنا طيقين فك، كتعطيه ديك الكلمة ديال رحنا طيقين فك، ورحنا عارفينك انك راك مثلا ذكي وكتخدم، ولكن اللي جاب الله مرحبا به، راه ممكن تكون هناك دائره ديال التحكم ديالنا اللي هي مثلا كيخصنا نحفظوا ونوجدوا ونحضروا، ولكن دائره التحكم اللي حنا ما كنتحكموش فيها. تمام. شي حوايج ربما وقعوا اثناء الامتحانات. صحيح. هناك سهو، هناك اخطاء، هناك مصحح ايضا هو انسان، ربما تكون اخطاء داخل التصحيح. بمعنى انا ما اطمئن به ابني، ياك حنا درنا اللي علينا وراه باقي على سيدي ربي.